لا شيء أكثر فتكا من الكوارث الطبيعية، تضرب على حين غرة وتضع الآمال والابتسامات ودفء الأسر في مهب الريح، أو تحت مياه الفيضان، أو في مجرى سيل عارم يقذف في طريقه الحجر والبشر. مات آلاف البشر هذا الأسبوع عندما اهتزت أرض المغرب وحين علت موجات البحر في درنة فابتلعت نصف المدينة، لكن صفحات التاريخ كانت تتشح بضحايا سابقين. ففي عام 1931 شهدت الصين أكبر كارثة في تاريخها مع فيضانات وسط الصين التي قتلت نحو مليوني شخص. وفي عام 1887 تسبب المطر الغزير في زيادة منسوب المياه بنهر هوانغ هو المعروف باسم النهر الأصفر، ففقد نحو 900,000 إلى مليوني شخص حياتهم. وكانت للأعاصير كلمتها، فتسبب إعصار بولا عام 1970 في قتل ما يقرب من 300,000 إلى 500,000 شخص في بنغلاديش، بعد أن وصلت سرعة رياحه إلى 130 ميلا في الساعة. قبل الإعصار بقليل نشأت عاصفة ارتفاعها 35 قدما ضربت الجزر في خليج البنغال وتسببت في حدوث فيضان كبير. وفي عام 2004 هاجم إندونيسيا زلزال بقوة 9 ريختر في مدينة سومطرة أسفر عن مقتل 227,899 شخصا، ونتج عنه سلسلة من موجات تسونامي كبيرة يتراوح ارتفاعها من 15 إلى 30 مترا، ما حول المدينة الهادئة إلى أطلال تغطيها سحب الموت. واعتمد المجتمع الدولي منذ عام 2015 ما يعرف باسم أهداف سنديك لتقليل الخسائر والأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية بحلول عام 2030، من خلال الاستثمار في تقييم الكوارث الطبيعية والحد منها. لكن أطرافا عديدة شككت في قدرة العالم على الوفاء بالتزاماته لحماية الإنسانية في الموعد المحدد.